السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنتكلم مع بعض شويه عن صحه ولادنا النفسيه، صحه الطفل النفسيه. هنتكلم عن بعض حاجات كده نحاول ان احنا نعملها مع ولادنا هتحسن من صحته النفسيه، او هتحسن العلاقه بيني وبين ابني كمان، او هتضيف على ابني سلوكيات افضل او طريقه افضل في التعامل مع ولادنا. هم يتعاملوا معانا بطريقه احسن واحنا كمان نتعامل بطريقه احسن. اول حاجه لازم اقول لابني دايما انا بحترم رايك. لما بتقولي لابنك انا بحترم رايك، ده بتزود الثقه بالنفس عنده، بتخليه عنده ثقه بنفسه، تمام؟ كمان من ضمن الحاجات اللي المفروض نعملها مع اولادنا عشان نساعد على الصحه النفسيه بتاعتهم، ان احنا دايما هنقول له تحب تعمل ايه. ده لما دايما بسال ابني تحب نعمل ايه النهارده، او ايه رايك نعمل، تحب انت اليوم يمشي ازاي، ده بيأكد على احترامك لرايه، تمام؟ كل دي حاجات بنحاول ان احنا نوضحها لاولادنا في التربيه، ودي مهمه جدا. دايما تقولي له انت رائع في اي حاجه حلوه عملها، تضيفي له الكلمه دي بتخليه، بتنمي عنده الموهبه. يعني انا لو ابني عنده موهبه معينه، كلمه انت رائع دي بتنمي الموهبه عند ولادنا. كمان من ضمن الكلمات السحريه اللي مهمه جدا اللي بتؤثر في نفسيه ولادنا وبتحسنهم، لما بتقولي له دايما انا بحبك، ده بتدي له الشبع العاطفي، تمام؟ لازم، مهم جدا ان احنا نعبر لولادنا عن حبنا. كمان من ضمن الحاجات اللي بتفرق مع اولادنا كلمات سحريه مع الطفل، زي مثلا انت اغلى هديه ربنا سبحانه وتعالى ادهاني من عند الله، دي بتخليه حاسس ان هو حاجه مهمه جدا بالنسبه لك او بالنسبه لبابا. انا بتكلم عن الاب والام. كمان لازم نسمع اولادنا كلام ايجابي كتير جدا، بلاش نقد وتريقه، لان ده بيؤثر على صحته النفسيه او بيؤثر على طريقه التعامل وبيؤثر على سلوكياته. كمان مهم جدا ان انا اخصص وقت لاولادي عشان اللعب وعشان الحوار وعشان ان انا افسحه، ان احنا نتنزه او نخرج مع بعض، وعشان التعليم طبعا ان احنا نتعلم مع بعض حاجه احنا الاثنين نشترك فيها انا وابني او انا وبنتي. كمان مهم ان انا اخصص له وقت ان انا اقعد اسمع شويه اي حاجه هيقولها، حتى لو بالنسبه لك كاب او كام حاجه تافهه، تمام؟ بلاش تهمل حاضر ابنك بحجه انك مشغول ببناء مستقبله. بلاش نهمل الحاضر بتاع اولادنا بحجة ان احنا مشغولين ببناء مستقبله. الحاضر يتم من خلاله بناء المستقبل. انت دلوقتي بتعمل ابنك، وده مهم جدا، اهم من انك تعمل له حاجة عشان يعرف يعيش ويعرف يتعامل، تمام؟ كلمات سحرية مهمة جدا نقولها لاولادنا، انت غالي، انت اغلى هدية، تمام؟ ده بيخلي ابنك يحس ان هو انت محتاج له زي ما هو محتاج لك، تمام؟ الاطفال دايما بتحب تسمع اي كلمه انت بتقولها كاب او كام، تمام؟ ده بينمي الثقه عنده جدا، بس يحب يسمع كلام ايجابي مش كلام سلبي. الحزم لو ما فيهوش حب بيبقى اسوأ. حزمك مع ابنك او طريقه النشفه مع ابنك لو ما فيهاش حب شويه او حته حنينه شويه بتبقى اسوأ. الطفل بيعرف الفرق بينهم، ابنك يقدر او اي طفل يقدر يفرق بين انك حازم معاه في حاجات معينه بس في نسبه حنيه او في نسبه لين شويه، غير لما يكون انت حازم وفي قسوه قويه جدا، تمام؟ كمان من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا نعملها هي الطفل سواء ولد او بنت، بلاش نقعد نقول له ما تعيطش، الراجل ما بيعيطش، قول له مفيش مشكله حبيبي غير وليها حل، تمام؟ وتعالى نقعد نفكر سوا نحلها ازاي، بس اهم حاجه عبر عن مشاعرك وانا جنبك ومش هسيبك وهدعمك وحاسس بيك، تمام؟ دي من الحاجات المهمه جدا ان احنا نقولها لاولادنا، تمام؟ كمان مهم جدا عشان صحه ابنك النفسيه وصحتك انت كأم او كأب النفسيه مع اولادك والعلاقه بينهم، مهم جدا ان انا اتخلص من كلام الناس وتأثيرهم عليا في طريقة تربيتي لولادي، تمام؟ مهم جدا زي ما احنا لسه قايلين، الرسائل الإيجابية بدل السلبية. ممكن نقول له اتكلم بصوت هادي بدل ما تصرخش، تمام؟ ده مهم جدا، ماشي؟ الرسائل الإيجابية برضو بدل من السلبية، زي عبر انت عبر عن اللي انت عايزه بالكلام
بدل ما تقعد تقول له ايه بطل ضرب وبطل رزع وبطل تخبيط، قول له ايه، قول له عبر عن اللي انت عايزه بالكلام وانا سمعك تمام. الرسائل الايجابيه بدل من السلبيه، ممكن تقول له انت ممكن تاكل بهدوء وانت قافل بقك، بدل ما تقعد تقول له بصوت عالي وبقك مفتوح اقفل بقك، بلاش كده، ممكن تقول له كل بصوت هادي وبقك مقفول، ده هيكون احلى كتير ما انت فاتح بقك كده تمام. ده برضو من الرسائل الايجابيه. خلي ابنك يعمل حاجات كتير لوحده، هيكبر معتمد على نفسه. صحه ابنك النفسيه اهم، ويعني اهم حاجه تقدر تستثمر فيها، استثمر في صحه ابنك النفسيه. الحاضر بتاع ابنك دلوقتي هو اللي هيقدر يعمل له المستقبل، لو هو الحاضر بتاعه سوي وطبيعي هيكون مستقبله سوي وطبيعي كإنسان تمام. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.